ما عندي. ليتس ستارت. لبس لي اسم الاول. برنامج اعداد المدربين الالماني ADA تنفيذ BBW منظمه المانيه، برنامج لاول مره في العراق لاعداد المدربين بشكل خاص في مجال التدريب المهني، لاول مره تجرى وستمتد على مدى 10 ايام بعد ان حصل المدربين على تدريب لمده 4 اشهر في هذا المجال. بالنسبه للمدربين شلون كانت يعني طريقه اختيارهم؟ يعني كان هناك رابط واعلان وتم التقديم إليه باعداد حقيقه كثيره تقريبا 100 شخص، وتم بعدين دراسه الاختصاصات والسيره الذاتيه لكل شخص، لان هي تركز على المدرب الذي يعمل في مجال التدريب حصرا، وبالتالي تم الاختيار ثم خضعوا الى امتحان عملي ونظري، وترشح قسم من عندهم بعد أن اجتاز الامتحان بنجاح. تم اختيار 20 من المتقدمين والناجحين لتبدأ أول المراحل بهذا البرنامج بأول الورشات التدريبية التي ستستمر على مدى 10 أيام. نحن مدربين، فشين اللي جاي يعدون إعداد تدريب يدربونا ويأهلونا، بحيث هاي الشغلة اللي موجودة هنا راح ننقلها إلى طلابنا ونطور مهاراتنا ومهارات طلابنا أثناء هذه الدورة. الغاية من هي زيادة الخبرات مالتنا، طريقة يعني شلون حتى نخرج الدورات هاي، شلون نقدر نتعامل ويا يجون المتدربين وهاي، ويعني هي زيادة خبرة بكل الأحوال. عندنا دورات خياطة أكثر من 30 متدربة، فيعني هذا الشغلة اللي هسه طريقة والهاي راح استفاد منها يعني أطرحها عليهم. أنا واحدة من الناس، الفكرة اللي عندي الموجودة مستقبلا اكو شباب عندهم طاقات هائلة موجودة بالمجتمع العراقي وبالمجتمع البصري على وجه الخصوص، يحتاج الإنسان اللي يحتويهم واللي يوجههم. كل إنسان عنده طاقاته، وهذا البرنامج الحلو بي يستوعب أنت كشخص شنو تتميز عن غيرك أكثر من الأشخاص الموجودين. كل شخص عنده طاقة يتميز بها عن غيره، فإحنا نوجهه نقول أنت تحتاج تروح لهذا المجال، الشخص الفلاني زيد عمر يحتاج يروح لهذا المجال. لازم بعد أكبر من الموجود وينقري يعني ينقري واضح. تمام، thank you very much.